مشاريع إسكانية ووحدات سكنية على طريق الإنجاز وأخرى قيد التنفيذ، على طاولة نقاش وبحث في لجنة المهن الهندسية بالمجلس البلدي، خرجت بموافقات وتوصيات تنتظر تنفيذها من مؤسسات ووزارات. تم مناقشة حقيقة كل هذه البنود بحضور الجهاز الفني ببلدية الكويت وبحضور قيادي المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق. حقيقة النقاش كان جدا ثري، انتهينا بتشكيل فريق عمل تنسيقي ما بين المجلس البلدي والجهات الثلاث المعنية، بحيث هذا الفريق يعمل على تذليل كل الصعاب التي تواجه هذه المشاريع السكنية في المرحلة المقبلة. أؤكد أن إقامة هذه الورشة دليل حرص المجلس البلدي على الدفع بعجلة المشاريع الإسكانية نظرا لأهمية هذه القضية لدولة الكويت. محاور وجدت قبولا لدى جهات حكومية وعلى رأسها آلية تخصيص الأراضي للرعاية السكنية وتوافر خدمات للمناطق والمدن. وضعنا محاور لهذه الورشة ومنها المعوقات التي تواجه تخصيص الأراضي والمشاريع الجديدة، وكذلك الخدمات العامة في المناطق والمدن، وكذلك مواصفات البناء والمواصفات الحديثة للبناء والعزل الحراري. خرجنا بتوصيات مهمة لهذه الورشة، ومنها يعني إيجاد حلول لبعض المعوقات التي تواجه المشاريع الإسكانية الضخمة، وكذلك تفعيل مادة 47 اللي هي تسليم الأراضي للأسكان من غير عوائق ومعوقات تؤخر المشاريع. اللجنة طالبت الجهات المعنية تزويدها بمقترحات ودراسة توصيات الأعضاء لتكون على جدول أعمال قادم جلسات كأولوية لمشاريع التنمية والقضية الإسكانية. أحمد المسعودي لتلفزيون المجلس.